اهلا بك يا استاذ مهيب، واهلا بالساده المشاهدين. في ايه مالك؟ مالك لونك حزيني ليه؟ ادينا الدوري للاهلي النهارده. ايه؟ ادينا الدوري للاهلي. طب ما هو ده الطبيعي، في ايه الجديد؟ اه فعلا، يعني هو ده الطبيعي، ان فعلا الزمالك دايما بيدي الدوري للنادي الاهلي، الاهلي ما بياخدش الدوري. الايه؟ الاهلي ما بياخدش الدوري، الزمالك هو اللي بيديله الدوري. طيب بيديله الدوري، يعني السنه اللي فاتت 11 بونت وراح مديله على طبق من ذهب. النهارده النادي الزمالك عمال، مع النهارده لما شفت الجدول اللي حضرتك عرضته، الزمالك اتغلب خمس ماتشات السنه دي. عمر ما الزمالك اتغلب خمس مباريات كده وهو داخل على افريقيا، واخد السوبر، واخد السوبر الافريقي والسوبر المصري، واتغلب خمس ماتشات. ايوه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ وحشه طبعا. طيب وحشه جدا. طب نعمل ايه؟ ولا حاجه. الزمالك مبروك للنادي الاهلي، الزمالك اداله الدوري. يعني هتلخص مبروك. الدوري مبروك للنادي الاهلي، مبروك بس كده. مبروك للنادي الاهلي ان الزمالك اداله الدوري بس. عايزك تستحضر كده، انت لعبت في النادي الاهلي سنه كام؟ من موسم 76 77 ل 82. طب اعتبرنا كده في الايام دي دلوقتي. مالو؟ اعتبرنا احنا في الايام دي دلوقتي. احنا سنه 76 و82 والاهلي فاز بالدوري. ايه بقى، انت لعيب في الاهلي دلوقتي؟ انا مش لعبت الاهلي؟ لعبت الاهلي طبعا. طيب. انا الوحيد اللي في مصر اللي شرفت لعبت الاهلي والزمالك وكابتن مصر في كاس العالم. طيب مفيش، يعني مفيش. طيب. حد وصل لكده. طيب. خالص. يبقى المفروض قول لي مين وصل كده غير عصام؟ بس عصام الحضري. بس ايه؟ عصام الحضري لعب اهلي وزمالك وكابتن مصر في كاس العالم. ايوه عصام الحضري. هم اللي احنا، انت وعصام الحضري، ده حقيقي. صح، احنا الاثنين بس. ده حقيقي. فانا لعبت في النادي الاهلي وخدنا دوري اربع. يا مهيب انا مش بكره النادي الاهلي، انا حزين على اللي اتعامل معايا في النادي الاهلي بس. طيب خلاص بقى، بس انما انا مش بكره. ما سلف وخلصنا. طلع لي مره يا مهيب. خلصنا بقى كابتن عشان يبقى صفحه جديده. ممكن اسالك سؤال؟ طلعني مره انا اتكلمت على الاهلي وحش مره. انا كل كلامي ان الزمالك، بحب الزمالك، بتكلم على الزمالك كويس، يا رب الزمالك ياخد دوري، يا رب الزمالك ياخد الكاس، يا رب الزمالك يكسب. طب انت ازاي بتقول كده؟ ايوه، فبيعتبر ده شتيمه. ازاي انا ما بجيبش سيره الاهلي خالص؟ عارف اللي بيحضرني دلوقتي تصريحاتك من سنه ونص وانت بتقول اللي جاي زمالك كله، زمالك اللي ياخد الدوري السنه دي والسنه اللي جايه ممكن اجي. اوعى ما تشككش فيا، هجيبها لك، اقسم بالله هجيبها لك. السنه اللي فاتت الاهلي خد الدوري. ايوه ما هو السنه دي الاهلي خد الدوري. طب تعالى بقى، والزمالك خد ايه بس قول لي؟ والزمالك خد ايه؟ خد كونفدراليه. ايوه بعيد عن الاهلي. كاس العربي السعودي المصري. تمام. بعيد عن الاهلي ليه؟ اللي هو الاهلي ما ما خدش الكونفدراليه ليه؟ عشان ما خدش الكاس. لا يعني الاهلي ما كانش منافس عشان ما خدش كاس مصر، ما كانش، ما بيلعبش الكونفدراليه. طيب ماشي، خد الدوري. ماشي، وخد الدوري السعودي المصري، خد الكاس السعودي المصري، وخد كاس السوبر الافريقي. انت كلامك واضح، قلت اللي جاي كله زمالك. طيب انا مالي؟ خد اربع بطولات والاهلي خد بطوله. خد بطوله ايه؟ الدوري السنه اللي فاتت. انا بتكلم على اللي جاي كله. الزمالك خد اربع بطولات والاهلي خد بطولتين، يبقى مين، يبقى مين مين الاكتر؟ ليه دايما ايوه بس خلي بالك برضه بطوله الدوري دي ليه دايما بتحسسه ان بطولات والله الزمالك؟ والله خالص لا طبعا. ازاي الزمالك؟ لا مش انت. لا مش انت، انا بتكلم على الناس اللي بتتكلم معاك والناس اللي دايما بتقلل من بطولات الزمالك. اصل بطولات صغيره. بطولات صغيره ايه؟ ده كاس مصر ست ماتشات، ما بتتغلبش ماتش وبتاخد الكاس في الاخر. لو اتغلبت ماتش بتطلع، يعني بطوله قويه. يقول لك اصل احنا مش بتوع كاس، بتوع دوري. ايه يعني انتوا فرقه قويه ولا مش قويه؟ انت فرقه قويه. هو انت بتشكك الاهلي فرقه قويه ولا مش قويه؟ فرقه قويه. انا بتكلم على الاهلي. انا بتكلم على الناس اللي بتقلل من بطولات الزمالك. لا.